إفادة، الخبر بالمختصر المفيد. بقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى السدة العالية بالله أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياه. أنا بعد كنت أتكلم كواحد من أبناء مدينة العيون، ما نرضى نجي مع واحد نسد لهم ديه السيف في 25 مارس ونديه الملاعب الرياضية ونديه المكتب البلدية ونعك مساحات، وبالتالي إحنا نزلنا واحدين في شاحنات السيراجية اللي كندور في المكسب تينطق بواحد الاستراتيجيه واضحه. شكون هي؟ اولا التامين والتقويه ديال الانتاج والتقويه ديال المنشات ديال التوزيع. التامين كما قلت لكم خدمنا عليه الحمد لله، دابا المحطتين بجوج يعني درنا الابار الكافيه باش نزودوهم بالماء الخام ديال البحر. ما يمكنش حنا اليوم نمشيو نعطيو عروض للاجانب ونعطيو عروض للوفود الاجنبيه، وبالتالي حنا نزلنا واحد لا في الملي هو قطاع حيوي واهم اهم 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 من الاساسيات وضروريات الحياه اللي كيخصها تكون. عقد مجلس مجموعه الجماعات الترابيه العيون الساقيه الحمراء اليوم دورته العاديه لشهر فبراير، والتي همت اساسا تدبير قطاع الماء، دراسه وضعيه قطاع الماء بقليب العيون، والتي كانت هناك عروض قيمه لوكاله الحوض للمدير الجهوي، مدير وكاله الحوض الماء العيون الساقيه الحمراء، والمدير الجهوي للمكتب الوطني للماء صالح شرب الاقاليم الجنوبيه، والمدير الجهوي للوكاله الوطنيه للمياه والغابات، والمدير الجهوي للفلاحه بجهه العيون الساقيه الحمراء. هذه العروض التي تفاعل معها السيدات والساده الاعضاء من اجل بلوره استراتيجيه اقليميه ما بين عام برنامج عام المجلس وهذه القطاعات، على اساس انه يكون هنالك واحد النوع من الالتقائيه ما بين عمل المجلس وباقي القطاعات، وكذلك لسد الخصائص الحاصل بالقرى والحواضر، خاصه تزويد ساكنه مدينه العيون بالماء الصالح للشرب على مدى 24 ساعه، وكذلك سد الخصائص الحاصل في باقي الجماعات الترابيه اللي عقد اللي برم مجلس العيون الساقيه الحمراء عدة اتفاقيات، منها تزويد ساكنة دشيرة وبكرع بالماء الصالح للشرب، واللي كنشكر من خلاله مجلس تجارة العيون على هذا العمل اللي قام به لفائدة ساكنة جماعة بكرع ودشيرة. قطاع الفلاحة أرقام خيالية بالملايير اللي تم العرض ديالها، وأنا بالنسبة لي كرئيس ديال المجلس أنه القطاع الوحيد اللي دائما يفاجئنا بهذه الارقام ولا شيء على ارض الواقع. اليوم احنا كمجلس اللي ممثل من طرف المجالس مجلس الاقليم والجماعات الترابيه ديال اقليم العيون، نبغوا نعرفوا هذه المشاريع كيفاش كتنفذوها. واش اللي كيحدد لكم المجال الجغرافي اللي تشتغلوا فيه؟ هما الشركات اللي كتشتغل معكم او الجماعات الترابيه. اليوم عندكم ميزانية ضخمة اللي كتدخلها وزارة الفلاحة في المديرية الجهوية، على سبيل المثال الشاحنات السيراجية اللي عندكم، عندكم 14 شاحنة سيراجية، النهار اللي اقتنيتوها باش تعطوها لجمعيات تسيرها، ها هي واقفة دابا 4 سنوات واقفة في المديرية الجهوية، كضرب فيها الشمس، وهاد الجمعيات اللي وقعتوا معها اتفاقية وسلمتوها الشاحنات السيراجية، ما عندها الإمكانيات باش تخلص السائقين. وما عندها الامكانيات باش دير الصيانه ديال هاد الشاحنات. 14 شاحنه حرام تبدا مطروحه 5 سنوات او 6 سنوات، اللي اليوم نهار بغيتو دير واحد المحاوله ديال تشغيلها جبرتو البطاريات ديالها ما كايناش، جبرتو العجلات مشاو، وبالتالي هذه الميزانيات كلها اللي كتصرفوا فهي ميزانيات كتصرفوها في مشاريع عشوائيه. المشروع اللي تحدث عنه السيد الرئيس ديال التيوزر واللي زرته شخصيا 25 كيلومتر في ديال لابيست اللي يمكن تستافد منها مناطق اللي هي نائيه وندار فيها مشروع حرام، هذاك المشروع يبقى في هذيك المنطقه هذيك هي اللي دابا 8 سنوات و9 سنوات اللي الفراج ما هم خدامين فيه، الناس ما كتستافد منهم، الكسابه ما كيستافدوا منهم، وبالتالي فيجب وضع انت كممثل للمديريه الجهويه كيخصك تنقل يعني الملاحظات اللي عندنا على المديريه الجهويه. بالتالي هذه المشاريع كيخصكم تعودوا
يعني اتفقوا مع رؤساء المجالس المنتخبه على مستوى اول العالم القروي اللي غادي يحددوا لكم فين غاديروا هذه المشاريع. اليوم كتقولوا كاين واحد ديال ديالغنوستيك باش ننتقلوا من مخطط المغرب الاخضر للجيل الاخضر، فين هو هذا الديالغنوستيك؟ مشيتوا درتوه بكره ما تشاوتوا كاع مع مجالس المنتخبه، وما تشاوتوا مع الكسابه، وما تشاوتوا مع الساكنه. واش يمكن ديروا ديالغنوستيك بالساتيليت؟ الناس ما فرحوا اليوم خدامين في الجيران، ما تواصلتوا مع الجماعه، ما تواصلتوا مع الساكنه ومع الكسابه. راه ما يمكن تطبق برنامج فواحد الجماعه ما جلست مع المنتخبين وما جلست مع الساكنه ديالها. ما يمكن انا نطبق لي واحد البرنامج جاي من مكتب ديال الدراسات اللي هو غير موجود مدينه اليوم. اليوم المديريه الجهويه ديال الفلاحه بجد عين الساق الحمراء كدير دراسات اللي مكاتب الدراسات ديالها ما كتزورش مدينه اليوم. واش كتدخل شي انسيكلوبيدي ولا كتدخل جوجل وكذا وكتجي تطبق علينا حنا ولا مخلي الكاشوي ديال من عند شي مثل هذا وكيطبقوا علينا الدراسات؟ خاص الدراسات تكون ميدانيه. لان هو القطاع الوحيد اللي في مدينه العيون اللي كنقارنوا الميزانيات المخصصه ديالو مع ما هو منفذ، ما كاينش يعني ما كاينش الاستفاده من طرف الساكن، وكيخص تكون حتى العداله المجاليه ما بين الجماعات. ماشي تخدم لي انا في الجامعه وتخلي باقي الجماعات. تكون عداله مجاليه وتشوف فين كاين الخصائص. واول حاجه عندنا هما دوك الشاحنات السرجيه. وراه غادي نقدموا ملتمس للسيد ولي الجهه عام الاقليم باش هذوك الشاحنات يا اما يتكلفوا بهم تسيرهم المديريه الجهويه، يا اما يسحبوا من دوك الجمعيات اللي ما قادرين يسيروهم، يا اما يشدوا من المجلس.